بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل الحديث عن الموازين والميزانية الجزء الثاني. لو جينا شفنا أقسام الميزانية هنجد أن أقسام الميزانية في عندنا ميزانية طولية، ودي بتجرى في الاتجاه الطولي للمشروع لتعيين مناسيب النقط المختلفة على طول محور المشروع، وتوجد ميزانية عرضية، ودي تجرى في الاتجاه العمودي لاتجاه محور المشروع. أما الميزانية الشبكية فتجرى في الاتجاهين الطولي والعرضي للمشروع، وذلك بغرض تحديد طبوغرافية المنطقة. نبدأ في الميزانية الطولية. تجرى لإيجاد مناسيب النقط 1 و2 و3 و4 وهكذا على طول محور المشروع. نفرض المشروع، هذا المحور بتاع المشروع، في نقط هنا على مسافات متساوية، عاوزين نطلع المناسيب بتاعتها. بتجرى بالطريقة التالية: توضع قامة رأسية فوق أقرب كور روبير، يعني مثلا نيجي نفرض النقطة دي كانت روبير وكان منسوبها مثلا 35، كويس، وليكن منسوبها 35، ونحط عليها قامة رأسية، وبعد كده يوضع الميزان فوق نقطة السي بحيث تكون المسافة بين الميزان والقامة في حدود من 10 إلى 30 متر في المناطق الجبلية و50 متر في الأراضي المستوية. تجرى عملية الضبط المؤقت للميزان وتؤخذ قراءة القامة فوق E وتسمى مؤخرة. تنقل القامة إلى النقط 1 و2 و3 وتؤخذ القراءات عليها. يلاحظ أن قامة 4 كانت في وضع بعيدة عن القامة C، فهنيجي نخلي آخر قراية ناخدها من C عند قراية 3 أو القامة 3. طب نيجي آخر قراية موجودة عندنا خدناها عند 3، القامة دي كل اللي هعملها خلي القامة مكانها، والميزان هو اللي هينقله من نقطة C إلى نقطة أخرى ولتكن مثلا نقطة G. نقطة 3 اللي حصل فيها دوران القامة دي بنسميها نقطة دوران. طبعا هنا ليه حصل دوران للقامة؟ انت بتبص هنا من نقطة C في الوضع الاولاني بتبص على نقطة 3، فلازم يبقى وش القامة يبقى مواجه للميزان C عشان تقراها. طيب لما نقلت الميزان الى النقطة دي حاجة، لان لازم الف في القامة عشان يبقى الوجه بتاع القامة قدام نقطة D فممكن قراءتها. بعد كده أحط قامة على نقطة 4 وآخد القراية، على نقطة 5 آخد قراية، نقطة 6 وآخد قراية، ونفرض نقطة 6 دي كانت هي آخر نقطة. كويس، هنا دلوقتي لو جينا في الطبيعة، آدي حتة أرض موجودة كده، باجي أروح أعمل إيه؟ باجي أروح واخد نقطة إيه مثلا، لو كان النقطة دي فيها روبير احط الميزان في مكان ما اللي هو الموجود ده فيها، واجي نقطة C اجي اوجه على القامة الاولانية اللي هي نقطة E، وده بدي قراية مؤخرة. بعد كده انقل القامة دي انقلها في مكان اخر اهو، وبعدين اخد قراية عليها يبقى دي قراية تانية، وبعدين نقطة 2 انقل من 1 الى 2 واخد القراية عليها، وبعد كده ادي نقطة 3 اخد القراية عليها،
بعد كده لو جينا شفنا نقطة أربعة، حاجة لا، إن نقطة أربعة هتبقى بعيدة عن موقع الجهاز، فباجي أروح ناقل الجهاز في مكان آخر، والنقطة دي بلفها حوالين في مكانها، يبقى نقطة التلاتة دي بسميها نقطة دوران. يبقى إذا من الوضع الجديد اللي هو دي، هاجي أقرأ مرة تانية على تلاتة، وبعد كده أجي أخد أربعة، الآن أربعة، وبعد كده أخد خمسة، وأخد بعد كده ستة، ويبقى كده خلصنا. طيب بعض التعريفات الهامة، في عندي حاجة اسمها مؤخرة باك سايد، ده أول قراية للآمة بعد ضبط الميزان. في عندي حاجة اسمها مقدمة فور سايد، آخر قراية للآمة قبل ما أشيلها. يبقى إذن آخر قراية بسميها مقدمة. طيب اللي بينهم بقى، أي آمات موجودة بين المقدمة والمؤخرة بسميها متوسطات. طب نقطة الدوران اللي هي نقطة الآمة اللي بدور حواليها الآمة، دي بسميها نقطة دوران turning point، اللي هي باخد عليها رايتين، مرة راية قبل الميزان ما اشيله، والمرة التانية بعد ما شلت الميزان وحطيته في المكان الجديد. طبعا مسافة المؤخرة ده عبارة عن مسافة بين الميزان وبين المؤخرة، المسافة المقدمة المسافة بين الميزان والمقدمة. لو جينا شفنا بالشكل ده، الشكل ده عندي ادي قطاع الطول اللي عندي 1 2 3 4 5 وماشية كده. حطيت الميزان في نقطة C الأول وبعدين نقلته في نقطة D. من نقطة C جيت رحت موجه على أول قراية عندي اللي هي الروبير، كانت نقطة A ما كانتش حتى موجودة خالص على القطاع اللي عندي. طيب يبقى القراية دي أهي اللي هو كانت القراية مثلا 1 2 3. بعد كده ده مسقط رأسي كويس. بعد كده وجهت على نقطة واحد وخدت القراية، القراية هنا كانت 1.4. طب بعد كده وجهت على نقطة اتنين وخدت القراية 1.46. بعد كده وجهت على نقطة تلاتة وخدت القراية، القراية كانت 1.51. بعد كده عشان أوجه من نقطة السي للأربعة لقيت المسافة كبيرة ومش هشوف نقطة السي، فباجي أعمل إيه؟ بثبت نقطة التلاتة في مكانها، بلف القامة هنا أهي في المسقط الرأسي، بلف القامة، يعني معناها القامة ديت اتاخد عليها مرة من الناحية دي قبل ما اشيل الجهاز، ومرة من الناحية دي بعد ما شلت وحطيت الجهاز في الوضع الجديد. بعد كده بعد ما حطيت الجهاز في الوضع الجديد بوجه تاني زي ما قلنا على نقطة تلاتة وخدت قراية، وبعدين وجهت على نقطة أربعة، وبعدين وجهت على نقطة خمسة. كويس، يبقى ده التسلسل بتاع القرايات. قلنا في كل وضع، ادي الوضع الاولاني اللي هو من نقطة C ل A ل 3، ده الوضع الاولاني اللي هو يقف لغاية هنا. اجي الاقي ان الوضع الاولاني ده ليه خط افقي واحد، اول قراية فيه بسميها باك سايد، اخر قراية فيه اللي هي 1.51 بسميها فور سايد مقدمة، اي قراية موجودة وسطانية دي بسميها متوسطة متوسطة. طيب الوضع الثاني، الوضع الثاني يبتدي اهي دي وجهت على 3 و4 و5، يبقى اذا هي الجزء ده طبعا ديت لها خط نظر مختلف. طب في قرايه خدتها هنا على 3، يبقى دي القرايه الثانيه اللي على 3 عشان دي نقطه دوران، وبعدين خدت قرايه هنا 1.75، خدت قرايه اخرانيه هنا 1.62، اول قرايه في الوضع الجديد ده بسميها باك سايد، اخر قراية بسميها فور سايت، اي قرايات وسطانية بسميها ايه؟ انترميديت سايت او متوسطات. يبقى اذا ديت الوضع الاولاني، ادي الباك سايت وادي الفور سايت. وبعدين الباقيين اللي في النص اي اس انترميديت سايت او اللي هي المتوسطات. الوضع الثاني، حاجة الاقي باك سايت اهي، وعندي هنا ديت فور سايت اهي اللي ديت، واللي بينهم اي حاجه بينهم انترميديت سايت او متوسطات. كويس، انا حافظ دلوقتي ان نقطه A ديت قلنا انها روبير، يعني النقطه ديت اللي انا مشاور عليها ديت
ديت عبارة عن منسوبها 35 متر. 35 ايه؟ متر. طيب كويس، عاوز اطلع منسوب النقطة ديت شايفة اللي احنا محددينها بالمؤشر، عاوز اطلع منسوب النقطة دي، عاوز اطلع منسوب النقطة دي، عاوز اطلع منسوب النقطة دي، عاوز اطلع منسوب النقطة دي اللي هي مناسيب النقط. لحساب مناسيب النقط المختلفة تتبع احدى طريقتين، في عندنا طريقتين عشان نجيب منسوب النقط او مناسيب النقط على القطاع. اول طريقة اسمها طريقة منسوب خط الانطباق. باجي اروح اعمل جدول بالطريقة ديت، اول خانة في النقطة، تاني خانة مؤخرة باك سايت، انترميديت سايت متوسطة، فور سايت مقدمة، منسوب خط الانطباق، منسوب النقطة، المسافة وملاحظات. نيجي نلاحظ ان كل قراية خدتها بتتحط في سطر مستقل في الجدول. كويس، فيما عدا النقطة اللي هي خط الانطباق هيبقى عليها كم قراية؟ هيبقى عليها قرايتين، قراية قبل ما اشيل الجهاز وقراية بعد ما اشيل الجهاز، يبقى اذا ديت بيتحط عندها قرايتين في نفس السطر. لو جينا شفنا هنا اهو، اول قراية هنا 31، يبقى ده هتتحط في سطر مستقل عندي، يبقى نقطة ايه؟ وأول قراية قلنا دي 1.32 اللي هي المؤخرة. طب بعديها 1.4 قلنا دلوقتي دي المؤخرة، وآخر واحدة اللي هي 51 ديت المقدمة، يبقى اللي بينهم دول هيبقوا إيه؟ متوسطات. كل واحدة منهم هتتحط في سطر مستقل، 1.4 و 1.46، وبعدين الأخرانية 1.51، ونلاحظ 1.51 ديت عبارة عن قراية المقدمة. نيجي نلاحظ زي الوضع الاولاني للميزان، يبدا بباك سايت وينتهي بفور سايت، وممكن يكون فيه متوسطات في النص. كويس، لما اجي احط الوضع الثاني اجي الاقي ان 1.8 ديت مشتركه مع 1.51 في نفس النقطه، يبقى اذا 1.8 ديت احطها على نفس السطر ده، بس هتبقى تحت الايه؟ المؤخره. وبعد كده حاجة الاقي ان ديت اخر حاجة ديت ايه؟ المقدمة، واللي بينهم متوسطة، يبقى اذا 1.75 ديت عبارة عن المتوسطة، واخر قراية هي عبارة عن المقدمة. تعال بقى نشوف شوية حاجات. اول حاجة، اي وضع للجهاز بيبتدي بمؤخرة وينتهي بمقدمة، هذا الوضع الاولاني. الوضع الثاني يبتدي بمؤخرة وينتهي بمقدمة، ادي تاني حاجة. الحاجة كل وضع للجهاز فيه مؤخرة ومقدمة، وبالتالي بعد ما اخلص الجدول لازم يكون عدد المؤخرات 1.2 يساوي عدد المقدمات 1.2. كويس، لو فرضنا ان منسوب اول نقطة اللي هي اول نقطة ديت كانت 35، والمسافة ببتدي بصفر. طبعا هنا المسافة هنا هناخد مثلا نقطة واحد على بعد 20 متر، يبقى نقطة واحد هيبقى 20، نقطة اتنين بعديها ب20 كمان يبقى 40، 60، 80 وهكذا. يبقى إذا ديت بالنسبة للمسافات ما فيهاش مشكلة. طيب لو جينا شفنا هنا دلوقتي النقطة دي منسوبة كام؟ 35. طب عندي القراية ديت كام؟ يعني المسافة ديت كام؟ من أول هنا لغاية هنا 1.32. طب الخط الأفقي ده منسوبه كام؟ اللي هو خط الانطباق منسوبه كام؟ هيبقى 35 زائد 1.32، يبقى منسوب خط الانطباق هيساوي كام؟ 35 زائد 1.32 وهيدي لي المقدار اللي عندي هنكتبه في الخانة دي. هنا دلوقتي بيحدد لك الوضع الأولاني للميزان يبتدي بمؤخرة وينتهي بمقدمة، الوضع الثاني يبتدي بمؤخرة وينتهي بمقدمة، ده
ده الوضع الأول. الوضع الثاني يبتدي بمؤخرة وينتهي بمقدمة. الوضع الثاني كويس، جينا قلنا أول واحدة اهي 35 زائد 1 32 هيديني 36 32%. تعال بقى نشوف الخط ده، خط النظر الأولاني ده اللي هو في الوضع الأولاني للميزان. الخط ده منسوبه كام؟ حاجة لا، إن الخط ده منسوبه 36.32%. الخط ده منسوبه 36.32%. طب الخط ده لو جيت هنا شفت هنا مثلا دي اللي هنا عند النقطة دي، النقطة دي منسوبها كام؟ 36.32%. القراية عندها كام؟ 1.32%. طب وهنا المنسوب كام؟ 36.32%. القراية كام؟ الارتفاع دي كام؟ 1.4. طب وهنا نفس الكلام. طب وهنا نفس الكلام، منسوب النقطة دي كام؟ 36.32%، والارتفاع ده 1.51%. طيب لما يكون النقطة دي منسوبها 36.32%، وبالمناسبة 36.32% دي ماشية لكل الوضع الأولاني، بمعنى لو جيت طرحت 36.32% ناقص 1.4 هيديني منسوب نقطة 1. لو جيت طرحت 36.32% ناقص 1.46% هيديني منسوب النقطة الثانية، وهكذا. يبقى إذا حاجة أقول هنا أهو 36.32 ناقص 1.4 هيديني 34.92%. اللي بعديها هيديني 34.86%. طب لما اجي هنا هل ال 36.32% اطرح منها 1.51 ولا 1.8؟ طبعا 1.51 على اساس هو ده الوضع الاولاني بتاعي. يبقى اذا هنا هطرح منها 1.51%، فهدي لي منسوب النقطه 34.81%. تعال نبتدي من جديد. النقطه ديت اهي منسوبها معروف، وعندي هنا قرايه المؤخره في الوضع الجديد 1.8، يعني معناها منسوب النقطة دي معلوم، وعند الارتفاع دي 1.8. لو جمعت عليها 1.8 هيديني الخط النظري الجديد. خط النظري الجديد لو طرحت منه القرايات اللي موجودة عندي هيديني مناسيب النقط. الكلام ده لو جينا ترجمناه هنا حاجة أقول أهي 34.81% لمنسوب النقطة زائد قراية المؤخرة هيديني 36.61. طب 36.61 دي حاجة لأنها دي ثابتة لكل الوضع التاني، يعني معناها أطرح منها ديت هيديني منسوب النقطة، أطرح من ديت 1.62% هيديني منسوب النقطة. وبكده يبقى جبت مناسيب النقط كلها. طيب بنيجي نعمل عملية تشيك نشوف هل غلطنا في الحسابات ولا لا. باجي اجمع المؤخرات، اجمع الارقام الموجوده في المؤخرات والارقام الموجوده في المقدمات، وباجي اطرح منسوب اخر نقطه ناقص اول نقطه، المفروض يكونوا متساويين. تعال نشوف الكلام ده. مجموع المؤخرات المقدمات، وبعد كده اجي اقول هنا منسوب النقطه. ده هنا بيشرح لك الطريقة اللي احنا عملنا بيها ازاي جبنا مناسيب النقط. منسوب النقطة يساوي خط الانطباق، منسوب خط الانطباق ناقص قراية الأمة. لإجراء التحقيق الحسابي تستعمل العلاقة إن منسوب آخر نقطة جبناها ناقص منسوب أول نقطة موجودة بيساوي مجموع المؤخرات ناقص مجموع المقدمات، والكلام ده لازم يكون قيمة وإشارة. تعال نشوف. Elevation of last point آخر نقطة ناقص أول نقطة بيساوي مجموع الباك سايت ناقص مجموع الفور سايت. Okay.
منسوب آخر نقطة ناقص أول نقطة هيساوي ناقص 1/100. مجموع الباك سايد ناقص الفور سايد بيساوي ناقص 1/100. لازم الاثنين يكونوا متساويين عشان نتأكد إننا ما غلطناش في الحسابات. وبذلك يكون العمل الحسابي مضبوط. نتكلم الآن عن الطريقة الثانية لإيجاد مناسيب النقط، وهي طريقة الارتفاع والانخفاض. لو جينا شفنا خط الميزانية اللي قدامنا، حاجة لأنه بيبتدي من نقطة A لغاية نقطة 3، وده الوضع الأولاني بتاع الميزان، وبعدين من 3 ل 5 ده الوضع الثاني، وبينهم في خط، وفي عندنا هنا نقطة الدوران اللي هي عند نقطة 3. أنا دلوقتي لو جيت خدت منسوب النقطة ديت، لو جيت قلت ارتفاع النقطة من أول هنا لغاية نقطة 1، حاجة لاقي إنه بيساوي 1.4. طيب ارتفاع النقطة من الخط الأفقي ده لغاية نقطة 2 هيبقى كام؟ 1.46. لما اجي اطرح 1.4 ناقص 1.46، حاجة الاقي ان في النقطة حصل لها ارتفاع بمقداره 6%. وفيها يكون الفرق بين كل قراءة على القامة وقراءة على القامة التالية في الموضع الواحد للميزان دليل على ارتفاع النقطة او انخفاضها. فاذا كان الناتج باشارة موجبة دل ذلك على ارتفاع الأرض والعكس صحيح. بمعنى لو قلت هنا 1.4 ناقص 1.32، حاجة لاقي إن الإشارة موجبة 8%، معناها النقطة ديت حصل لها ارتفاع نقطة A. لما أجي أقول 1.46 ناقص 1.4 هيبقى 6% بالموجب، معناها النقطة ديت ارتفعت بمقدار 6% عن نقطة 1، وهكذا. بمعلومية منسوب أول نقطة يمكن تعيين مناسيب باقي النقط، ويكون منسوب النقطة مساويا لمنسوب النقطة السابقة مضافا لها الارتفاع أو مطروحا منها الانخفاض. بمعنى الإليفيجن بتاع أي نقطة ولتكن نقطة 2 بيساوي الإليفيجن أو منسوب النقطة اللي قبليها اللي هي نقطة 1 زائد أو ناقص رايز أو فول اللي هو الفرق بين النقطتين. لإجراء التحليل الحسابي هنستعمل نفس القاعدة اللي هي الريفيجن بتاع اللاست بوينت آخر نقطة ناقص أول نقطة بيساوي مجموع الباك سايد ناقص الفور سايد، نضيف لها تشيك جديد اللي هو بيساوي مجموع الارتفاعات والانخفاضات، الارتفاعات بالزائد والانخفاضات بالسالب. ناخد مثال، عندي نفس النقط وعندي نفس القرايات، وهبتدي من نقطة A الوضع الأولاني للميزان، حاجة الاقي انه بيبتدي من المؤخرة وينتهي عند المقدمة. الوضع الثاني الميزان يبتدي من المؤخرة 1.8 لغاية 1.62، واللي بينهم بيبقى متوسطات. كويس، كل اللي هعمله حاجة اخد القراية ديت ناقص القراية ديت، وبعديها القراية ديت 1.4 ناقص 1.46، بعد كده 1.46 ناقص 1.51. ليه ما خدتش ناقص 1.8؟ عشان ده وضع جديد ملياش جواب، يعني باخد في الوضع الاولاني. يبقى اذا الوضع الاولاني حاجة اقول 1.32 ناقص 1.4، 1.4 ناقص 1.46، 1.46 ناقص 1.51. طب اللي بعديها، اللي بعديها لما اجي اخش هنا حاجه الاقي ان هنا في وضع جديد، يبقى 1.8 ناقص 1.75 هتتكتب هنا. يبقى اذا هنا ده في الوضع الجديد 1.8 ناقص 1.75، وبعد كده 1.75 ناقص 1.62. كويس، كل اللي هعمله منسوب اول نقطه معروف كام؟ عندي منسوبة والنقطة 35، كل اللي هعمله 35 زائد المقدار ده بالإشارة بتاعته، هيطلع قيمة زائد الإشارة زائد المقدار ده بالإشارة بتاعته هيديني قيمة، وهكذا
يبقى اطلع مناسيب النقط بالطريقة دي. نيجي نشوف هنا مجموع المؤخرات 3.12%، مجموع المقدمات 3.13%، مجموع الارتفاعات والانخفاضات بالزائد وبالناقص من المجموع الجبري بتاعها ناقص 1%. آخر نقطة منسوبها 34.99، أول نقطة منسوبها 35. أجي أشوف التحليل الحسابي، last point ناقص first point حاجة ألاقي ناقص 1%، مجموع الباك سايز ناقص الفور سايز بيساوي ناقص 1%، مجموع الارتفاعات والانخفاضات على بعضها بيساوي ناقص 1%، وبذلك يكون العمل الحسابي مضبوطا. مثال، بنقول أجرية ميزانية على محور طريق وكان قراءات القامة على جزء منه إلى ريات 2.25% لريات موجودة قدامك. المطلوب تعيين مناسيب النقط التي وضعت عليها القامة بطريقة منسوب خط الانطباق. يبقى احنا عاوزين طريقة اللي هي كولميشن لاين ميثود. إذا علم أن منسوب أول نقطة كان 50، طيب ما قاليش هنا فين المؤخرات ولا المقدمات ولا المتوسطات. قال لك كل اللي عندي اللي عارفه أن الميزان قد نقل بعد القراءة الثالثة والسادسة. 1 2 3 هنا اتشال الميزان، والسادسة بعديها اتشال الميزان. لو جينا شفنا هنا الميزان اتشال بعد القراية الثالثة، هنا اتنال 4 5 6 بعد السادسة، يبقى هنا برضك اتنال الميزان. طيب قبل نقل الميزان بيبقى فور ولا باك؟ فور سايت، وبعديها باك سايت، وهنا برضك نفس الكلام. اول قرايه عندنا بتبقى باك سايت، اخر قرايه في الاخر خالص بتبقى فور سايت. يبقى هنا مقدمه قبلها مؤخره بعديها، قبل نقل الجهاز مقدمه اللي بعديها مؤخره، اول قرايه مؤخره واخر قرايه مقدمه. طب واللي في النص دول؟ لا ده متوسطات، يبقى دول متوسطات. هنا المؤخرات بيعدهم لقاهم 3، يبقى صح. التانيين المقدمات 3، الاثنين لازم يساووا بعض، وبعدين بعد كده الباقيين بقى اللي في النص دول عباره عن متوسطات. هاجي اعمل جدول، الجدول ده ديت احطها في سطر مستقل، متوسطه في سطر مستقل. اجي الاقي ان ديت وديت هيتحطوا في سطر واحد، عشان دي ايه حصل، هي نفس النقطة، هي نفس النقطة، خدت عليها مقدمة من الناحية دي وخدت عليها مؤخرة من الناحية التانية. ده هحطها في سطر مستقل، ديت ودي هيتحطوا في سطر مع بعضهم، ودي هتتحط في سطر مستقل. لو جينا شفنا اهي، ادي التوزيع بتاع النقط عملناها بالطريقة دي. كويس، هو قال لك منسوب خط الانطباق. منسوب خط الانطباق باجي اول حاجة احدد المواضع بتاعة الميزان. الميزان يبدأ بمؤخرة وينتهي بالمقدمة، ادي الوضع تاني بوزيشن، عبارة يبتدي بمؤخرة وينتهي بمقدمة، تالت بوزيشن اللي هو من المؤخرة الى المقدمة. كويس، بعد كده لو جيت قلت هنا الهايت او منسوب خط الانطباق بيساوي منسوب النقطة زائد المؤخرة، ادالي قراية هنا، منسوب خط الانطباق. منسوب خط الانطباق ده لو جيت طرحت منه القرايات ديت ودي هيديني مناسيب النقط ديت وديت، 50 مضاف ليها 2.25%، وبعد كده منسوب النقطة ديت بيساوي ايه؟ اهي بيساوي 52.25% ناقص 1.75، وبعدين 52 ناقص 3.15%. كويس، 3.49. أول ما أوصل هنا أجي ألاقي إن هنا قدامها بقى في مؤخرة، يبقى إذا المنسوب النقطة زائد المؤخرة هيديني المنسوب الجديد اللي همشيه على الوضع الجديد بتاع الميزان.
تحليل حسابي، أجمع المؤخرات 3565 ومجموع المقدمات، منسوب آخر ناقص أول نقطة المفروض يساوي الفرق بين المؤخرات والمقدمات. وبذلك يكون العمل مضبوط. ناخد مثال تاني لعمل ميزانية على محور المشروع. أخذت القراءات التالية، خدنا القراية كده 1 23 ومش عارف ايه والكلام ده. هنا ما قالكش بقى نقلنا الميزان، لا جه قالك معلومة تانية. فإذا كانت القراءات الموضوع تحتها خط مؤخرات، يعني معناها ديت مؤخرة معروف أول نقطة لازم تبقى مؤخرة، حتى لو ما كانش حاطط تحتها خط كنت هحط تحتها خط، ودي مؤخرة ودي مؤخرة وهكذا. كويس، المؤخرة قبليها القراية اللي قبليها دايما بتبقى مقدمة، يبقى إذا دي لازم تكون مقدمة. ديت مؤخرة اللي قبليها مقدمة، ديت مؤخرة اللي قبليها مقدمة، آخر واحدة آخر قراية عندي لازم تكون مقدمة. ده من ضمن الحاجات الأساسية الموجودة عندنا. فحاجة أقول نيجي نقول الكلام ده ده عندي هنا مؤخرة وده مؤخرة وده مؤخرة، هو اللي قال اللي تحتها خط مؤخرة. طيب قبل المؤخرة مقدمة، قبل المؤخرة مقدمة، آخر قراية مقدمة لازم، أي حاجة تانية تبقى متوسطات. بعد كده هحط الجدول وزي ما قلت ديت في سطر مستقل، سطر مستقل، سطر مستقل، سطر مستقلة. هل ديت سطر مستقل لوحديها؟ لا، المقدمة والمؤخرة ديت يجوا في سطر مع بعضهم، المقدمة والمؤخرة ديت يجوا في سطر مع بعضهم وهكذا. يبقى ديت نقط الدوران. عندي المؤخرات اللي بيعمل تشيك عليها، شاف المؤخرات عندي كام، 3 4 5، يبقى لازم المقدمات لازم يكون عددها برضك 5، يبقى كده سليم الشغل بتاعي. هاجي بعد كده احط الجدول وزي ما قلنا الترتيب اللي احنا قلناه، كل واحدة حط في السطر ما عدا المؤخرة والمقدمة بتبقى، او تاني المقدمة ووراها المؤخرة الاتنين في السطر مع بعضهم على اساس انها نقطة دوران. قال لك عاوزيننا بطريقة الارتفاع والانخفاض. طيب بسيط، حاجة أقول هنا فين لازم أحدد الوضع الأولاني والتاني والتالت. أهو أدي الوضع الأولاني، الوضع الأولاني يبتدي مؤخرة وينتهي بمقدمة. طب الوضع التاني مؤخرة وينتهي بالمقدمة، أدي الوضع التاني. طب الوضع التالت مؤخرة وينتهي بالمقدمة، اللي بعديها المؤخرة مقدمة، يبقى إذا هي ديت اللي إيه الأوضاع. في عندي هنا 1 2 3 4، في عندي 5 أوضاع للميزان، يعني الميزان اتنقل 5 مرات. كويس، كل اللي هعمله كل وضع اطرح ديت نازيت احطها هنا، ديت نازيت احطها هنا، ديت نازيت احطها هنا، وبعدين خلاص خلصت كده. اجي في الوضع الثاني ديت 2.18 ناقص 2.4 احطها هنا. طب واللي بعديها ده دخلنا في الميزان الجديد، الوضع الجديد يبقى 1.6% ناقص 1.29% وهكذا. مجموع المؤخرات مدهولك جمعناها، مجموع المقدمات جمعناها. مجموعهم المجموع الجبري للارتفاعات والانخفاض، الانخفاضات طلعت 3.32%. لو انا فرضت ان منسوب اول نقطة كان 26.17، كل اللي هعمله اجمع ديت زائد ديت باشارتها، اللي يطلع اجمعه زائد ديت باشارتها، اللي يطلع زائد ديت باشارتها وهكذا. نيجي نشوف التحليل الحسابي. جينا قلنا مجموع المؤخرات ناقص المقدمات طلعت 3.32%، مجموع الارتفاعات والانخفاضات 3.32%،
وبعديها عندي منسوب آخر نقطة ناقص أول نقطة 29 49% ناقص أول نقطة 26 طلعت 32، يبقى كده يكون العمل الحسابي مضبوط. تحقيق عمل الميزانية في الغيط، يعني الدقة، هل أنا غلطت؟ هل في خطأ كبير في عمل ميزانية ولا لا؟ بنيجي نقول لو كان عندي نقطة A ونقطة B، تتم عملية التحقيق بإحدى الطرق التالية. أول حاجة تسلسل الميزانية في الاتجاه من A إلى B، ثم في الاتجاه العكسي من B إلى A. تسمى الميزانية في هذه الحالة بالميزانية المزدوجة. تاني حاجة، عمل حلقة ميزانية مقفلة، ابتدي من نقطة A واقعد امشي كده، امشي لغاية نقطة B، وبعدين ارجع تاني لغاية نقطة A. طبعا لازم يكون منسوب النقطة A الاخرانية خالص مساوية النقطة A اللي انا بادي بيها. لو كان في خطأ بسميه خطأ القفلة، يعني افرض ان كان منسوب، انا بادي منسوب هنا 34 وقعدت امشي بالجدول بتاع الميزانيه وطلع في الاخر خالص 34 واحد من عشرة، يبقى عندي فيه خطا قفله 1 من 10 اللي هي خطا القفله الميزانيه. عمل ميزانيه بين نقطتين معلومتي المنسوب، يعني ايه؟ يعني ابتدي من هنا مثلا نقطه ايه اللي هي منسوب 15 وهنا منسوب 35، ابتدي من 15 وابتدي اعمل الجدول بتاعي. المفروض لما اجي اطلع منسوب اخر نقطه بالجدول، حسابات الجدول، يطلع 35. طلع 35 1 من 10 او 34 مثلا و9 من 10، يبقى في خطا بسميه خطا القفل. خطا القفل قال لك يجب الا يتعدى الحدود المسموح بها، وهي تختلف على حسب دقه الميزانيه. يعني في عندي ميزانيه درجه اولى، في عندي ميزانية درجة تانية، في عندي ميزانية درجة تالتة، كما تتوقف على نوع ودقة الأجهزة المستخدمة في العمل وعلى الراصد وظروف القياس، كما هو مبين في الجدول التالي، وفيه يمثل طول الميزانية. في هذا الجدول يمثل طول الميزانية، خط الميزانية بـ L، ودي بتبقى بالكيلو متر. نيجي نلاقي هنا ان الميزانية درجة اولى فيرست، هنيجي نلاقي انها 5 جذر L بالكيلومتر، يعني طول الخط اللي انا عملت له ميزانية بالكيلومتر، اخد الجذر التربيعي بتاعه واضربه ب5، المفروض ان خطأ القفل ما يزيدش عن القيمة اللي طلعت ديت بالمليمتر. سكند اللي هي الميزانية درجة تانية هيبقى 10 جذر L بالكيلومتر، والدرجة التالتة 12 جذر L بالكيلومتر. المثال التالي يبين كيفية حساب خطأ القفل وطريقة توزيعه للحصول على مناسيب للنقط أقرب إلى الصحة أو الأكثر احتمالا. لو أخذنا مثال واحد، بنقول أجرية سلسلة ميزانية من الدرجة الثانية من الروبير 200 متر نقطة A إلى الروبير 220 متر نقطة B، وكانت المسافة بينهما 2300 متر. فإذا كان الخطأ الناشئ في فرق المنسوب بينهما 50 مليمتر، هل يعتبر هذا الخطأ مسموحا به أم لا؟ الخطأ المسموح به في الميزانية درجة تانية زي ما قلنا عبارة عن 10 جذر إلا بالكيلو متر. لو 2300 يبقى 2.3 كيلو، يبقى الخطأ المسموح به 15.16 مليمتر، وبالتالي يعتبر الخطأ الناتج من الميزانية 50 ملي غير مسموح به، ويلزم إجراء الميزانية مرة أخرى. مثال آخر، بنقول أجري سلسلة ميزانية بين الروبيرين A و B لتحديد مناسيب بعض النقط المتوسطة اللي هي نقطة 1 و2 لغاية 6.
وكانت الأرصاد مبينة في الجدول المطلوب تعيين المناسيب المصححة للنقط المتوسطة. طيب لو جينا شفنا هنا بالنسبة ده روبير ودي روبير، يعني ناقص ثابتة لن تتغير مناسبها بعد التصحيح. لو جينا قلنا الفرق بين منسوب آخر نقطة ناقص أول نقطة هيبقى 28 ناقص 30، يبقى إذا عندي هنا elevation of last point ناقص elevation of first point هيساوي 28 ناقص 30 بيساوي ناقص 2 متر. لو جينا جمعنا المؤخرات الباك سايز وجمعنا المقدمات الفور سايز هنيجي نلاقي إن الفرق بين الباك سايز والفور سايز ناقص 2 واحد ناقص 2 و11 من 1000 متر. طبعا واضح هنا ان في خطأ قفلة اللي هو بمقدار نطرح الاثنين من بعضهم ناقص 2 ناقص ناقص 2 و11 من 100 فهيدي لي 11 من 1000 متر. الكوريكشن لكل قراءة، انا اجي الاحظ ان انا عندي 7 قراءات مؤخرات 7 قراءات مقدمات يعني 14، يبقى اذا عندي كوركشن لكل قراءة هتبقى حاجة اقسم المقدار ده على 14 هيطلع 1 من 1000 من المتر. يوزع هذا الخطأ بالتساوي على القراءات كلها اللي هي 14 قراءة حيث تزاد كل مؤخرة وتنقص كل مقدمة بهذه القيمة. يعني حاجة الاقي ان هزود 1 من 1000 على المؤخرات فهنا هيبقى ديت ممكن نسيبها زي ما هي، دي التلاتة ديت هنا زي ما هي، المهم يعني نخلي على اساس انها تيجي تديني القيم المصححة الباك سايز. وهاجي اطرح قيمة التصحيح من جميع المقدمات فهيدي لي الفور سايت المصححة. بقى عندي مجموع الباك سايز ومجموع الفور سايز، المفروض الفرق بينهم هيدي لي الفرق اللي هو الاتنين متر. بعد كده بقى اجي اطلع الارتفاعات والانخفاضات كل نقطة عن النقطة التالية لها، يبقى اذا بطلع بطريقة الارتفاع والانخفاض بقى اطرح ديت ناقص ديت اللي هي 553 من 1000 ناقص 1 563 من 1000 فهيدي له القيمة ديت، وهكذا بالنسبة لباقي النقط. منسوب أول نقطة اللي هو 30 اللي هو الروبير لو جيت جمعت عليه القيم اللي موجودة عندي ديت حاجة ألاقي إن منسوب آخر نقطة 28 بالضبط اللي هو الروبير اللي إحنا بننتهي عنده. بنيجي نقول هنا قد يكتفى بتصحيح 11 قراءة، نيجي نلاحظ ان فعلا احنا اخدنا يعني في هنا قراءات ما اتغيرتش كما سبناها زي ما هي، على اساس ان احنا عاوزين نغير 11 قراءة فقط وكل واحدة منها بواحد ملي، فممكن عملية التصحيح تتم بهذه العملية. وبكده تبديت نهاية المحاضرة، وإلى محاضرة أخرى إن شاء الله.